مصعد المصري بحث علامة حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وليس أحمد ماهر بائع الثورة المصرية، أحمد ماهر الذي بانت نواياه السيئة أنه مع الإخوان المتأسلمين. أحمد ماهر إحنا بنقولها وقلتها على الميديا كلها في جميع القنوات، إحنا غلطنا وندمنا كشباب 6 أبريل، لأن أنا كنت أنتمي لأحمد ماهر وبقولها، وأنا عارف إن في ناس بتزعل مني، بس والله إحنا قلناها على الملأ، إحنا كشباب 6 أبريل ندمنا وغلطنا، لكن والله عندما جلسنا مع رئيس الجمهورية في السابق قبل أن يكون رئيس جمهورية، كانت أول أهدافنا واحد حق الشهيد. لحد اللحظة دي لن ولن يأتي حق المصاب، لحد هذه اللحظة دي والله المصابين لحد هذه اللحظة في القصر العيني يركضون على السرائر، وياريت حضرتك ما تقطعهاش عشان توصلها للعالم. المصابين يا جماعة لحد اللحظة دي في القصر العيني يتبولون على أنفسهم، المصابين الحقيقيين في هذا الشعب المصري المفروض احنا نكرمهم نعالجهم، لكن لا. مين المسؤول عنه؟ المسؤول رئيس الجمهورية، المسؤول رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأنه أتى من خلال هؤلاء المصابين والشهداء الذين أتوا بي إلى كرسي الجمهورية. ولكن سؤال رئيس الجمهورية الذي كان رئيس الجمهورية، يا أيها الرئيس أنت لا تعلم أن الشهداء ماتوا؟ أنت لا تعلم أن القضاء في من يفسد وفي شرفاء؟ أيها الرئيس أنت لا تعلم أن جهاز الشرطة فيه الفاسدون وفيهم الشرفاء؟ أيها الرئيس رسالة مهمة جدا جدا، أنت حضرتك لازم نسقف لك ونطبل لك ونزغلط لك، عارف ليه يا ريس؟ لأن أنت فعلا كل يوم عن يوم بتثبت لنا إن إحنا كثوار عندنا حقيقة فعلا مرئية وليس مسموعة. ليه؟ أنت لما تطلع وتقول سأضطر إن أحبس المتظاهرين، وتاني يوم بقدرة الله الواحد الأحد يصدر النائب العام قرار بحبس واعتقال المتظاهرين الأحرار، بنقول له أيها الرئيس لقد صدقت أنك كاذب خادع أفاق. فيما يتعلق بالنائب العام، بص بقى حضرتك السؤال ده مهم جدا جدا، وأنا أجبت عنه في جميع الفضائيات. أنت النهاردة لو عايز تقولني كثوري أو كناشط سياسي أو مصري بالبلدي مسلم أو مسيحي إن أنا أقبل بنائب عام طلعاني اللي هو كان من نظام السابق الملتوي الخادع الكاذب، لماذا؟ كل ده بالمستندات. ليه حضرتك؟ احنا كنا اول فصيل بنقدم للنائب العام اللي هو سابق وليس حالي وليس حالي وليس حالي، كنا بنقدم له المستندات بالصوت وبالصورة في بند. حضرتك ايها الصحفي في القضاء المصري بيقول ايه؟ انا من حقي كقاضي لما تجيلي اسطوانة بالصوت وبالصورة بالصوت وبالصورة من حقي ان تبقى دي شاهد عيان واثبات يدين المجرم. هل كل الاسطوانات اللي احنا قدمناها للنائب السابق المتخاذل الواطي الذي لا يعلم ما هو القانون، القانون الذي يقول عندما اقتل او اسفك دماء المصريين لا احاسب، وكلها براءات ايام المهرجان بتاع كل مهرجان البراءات، هل يعقل ان انا كمصري او ثوري ان انا اقبل ان انا ارجعه تاني عبد المجيد؟ طبعا لا. اتنين، ودي مهمة من فضلك، اتنين النهاردة طلعت ما ينفعش. ليه؟ طلعت ده مسيس انه اتى من اجل فصيل واحد، فصيل الاخوان المتأسلمين. من فضلك اديني فرصة. طلعت اتى من اجل هذا الفصيل واحد وليس اثنين. انا اعرف حضرتك من ايام كنت بدرس في الكلية ان النائب العام ده بيجي من ايه؟ واحد، ننزل قانونا ثلاث نقاب، نائب ونائب ونائب، ونختار ونعمل استفتاء ونختار النائب المحترم اللي هو يمثلني ويمثلها، لكن لا يصح دستورا ولا قانونا ان يعين رئيس الجمهورية نائب عام. ليه؟ ما انت النهارده كصاحبي لما انا ابقى صاحبك واقول لك تعالى هتيجي تسمع كلامي، لما اقول لك تعالى خد خبر وغطيه يبقى انت هنا مدين لي بخبر، فلما اجي اقول لك على حاجه هتقول لي حاضر يا استاذ مصعب. فنفس القصه بالظبط، احنا مش عايزين نائب عام يجي بالتليفون، مش عايزين نائب عام تبقى في قضيه محاله للقانون ويجي وكيل النيابه سي الله اعلم مين يتصل بالنائب العام ويقول له ايها النائب العام ماذا افعل في مصعب؟ احبسه ولا اطلعه؟ مع ان الورق يطلعه، ما
رسالة مهمة جدا، نحن لا نقبل بهذا ولا ذلك. لماذا؟ لأن ده لا ينفع ولا ده ينفع، ومش هنقع في نفس الغلطة. أنا آسف جدا، مش هنقع في نفس الغلطة اللي هي شفيق ولا مرسي. مصر النهارده بتندب لأن احنا كنا بين خيارين، يا مرسي يا شفيق، فبنقول له لا ده ولا ده، ده نظام سابق فاسد قاتل، لأنه في قانون العقوبة من يعرف لمجرد السمع ان في واحد هيموت وانا ما روحتش دفعت عنه اعرف بيقين قانونا انه مدان. فالنائب العام مدان ليه؟ عنده كل ما يثبت انه مدان قانونا وشعبيا. فيما يتعلق باحمد ماهر، اتهمته وقلت ان هو يعني تعاون مع الرئيس، هذا الوصف او هذا الاتهام ينطبق على ايمن نور وامثاله؟ طبعا. على فكره انت صحفي ذكي جدا جدا، وخلتنا افتكر معلومه كنت انساها. ايمن نور يا سيد الفاضل، لما يطلع ايمن نور ويقول على الملا جابت، هو اللي قال مش انا، جابت الانقاذ بها ما يدفعون اموال لتكسير وخراب مصر. طيب سؤالي يا ايمن نور ايها المتحول يلي جميله اسماعيل اللي هي خلعتك ارجل منك، يا ايمن يا نور، لما انت تعلم ان احنا فينا ناس مش كويسه، ليه ما قلتش من الاول ان فينا ناس مش كويسه؟ هو انا مستني لما اطلع من 6 ابريل يقولوا اصل مصحف عامل وخاين وابصر ايه؟ ليه حضرتك بنظمه الاحداث؟ لو انا حد مواطن صالح في نفس الموقع اللي انا فيه، اول ما احس ان في تخاذل وفي فساد اطلع اقول انا حر، انا ما ينفعش اقف وسط الناس دي. ليه يا عم ايمن؟ لان الناس دي بتضر بالمال العام، بتضر بمصر، بتضر بالوطن. لكن لما يسيبهم ويطلع يقول على الملا اصل جابت الانقاذ فيها ما يخربين، بنقول له انت كاذب، انت متحول. ايمن يا نور، مين اللي طلعك من السجن؟ امريكا يا ايمن يا نور. مين اللي اداك الجواب العفو؟ اوباما يا ايمن يا نور. دي حقائق بالورقه والقلم، لا ادعي على حد كذب. لكن من هنا بنقول ما بنخافش، هنفضل نستمر. بالعكس لو فكروا يعتقلونا كلنا، وخلي بالك اسمي من احد المعتقلين، بس ده ما بيخوفناش. عارف ليه؟ لان انا النهارده اتعلمت من يوم ما اتولدت لما اتحبس سياسيا الاقي حضرتك والاقي الراجل وراء الراجل المحترم ده جايين يتضمنوا معايا. عارف ليه؟ لان انا نازل من غير اي اهداف سياسيه، كل هدفي ان الاقي احترام، الاقي فيه معامله كريمه. لكن انت النهارده والله يا ابني والله لحد هذه اللحظه ثورتنا مش هنقول ماتت، مش هنقول اتسرقت، هنقول ثورتنا اتخنقت. مصر اللي بتبكي مش احنا اللي بنبكي، احنا كشباب ثوره. حزن لدرجه ان احنا النهارده شايفين مصرنا بتموت. اوعى تفكر لما حد من اللواء بيقول اصل السبب الثوره، لا، السبب العنف المكتوم، البركان الذي بداخلك من داخلك. انت عندك بركان بقاله 60 سنة، عندك بركان بيشوف الضابط لما كان بيوقفك يديك على قفاك لو انت ماشي مع مراتك، يديك على وشك يقول لك انزل بوس جسمتي، وانت كمواطن غلبان لا تعلم ما حقوقك فكنت بتعمل كده. هتقول لي ما بعملش، اقول لك انت كذاب. لا، كنا بنتكلم على قفانا، كنت ممكن تبقى ماشي مع مراتك وتتسحل وتتخطف، وممكن تتكتف، وممكن يجوا لك بالليل في الفجر زوار الفجر. فاحنا بنقول رسالة مهمة جدا، والله والله ايها الرئيس لقد سقط شرعيتك، لقد سقط، لقد نفذ رصيدك، لقد نفذ رصيدك ايها الرئيس الذي اتيت من خلال فصيل واحد موحد وهو الاخوان المتسلمين، بدليل عندما ذهبوا لك عند الاتحاديه سقفت وطبلت لهم وزمرت لهم.